بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فهذه ترجمة السعيد الشهيد أبي عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال أبو نعيم رحمه الله: ومنهم المتفكر عند نزول الآيات، المتبصر عند تناول الرايات. عبد الله بن رواحة الأنصاري استشهد بالبلقاء طبعا في غزوة مؤتة في شمال الجزيرة، زاهدا في البقاء راغبا في اللقاء، يعني لقاء الله عز وجل. رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبعا احنا في أوقات وفي أزمنة بنحتاج كثيرا أن نتكلم عن فضائل الصحابة، لأن في مد شيعي يهدف يعني إلى يعني تجريح الصحابة وتفسيقهم، وطبعا هذا طعن في الكتاب والسنة، لأنهم الذين يعني أدوا لنا الكتاب والسنة. والله جل يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكما قيل عائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا، انقطعت عنهم أعمالهم، فأحب الله عز وجل أن يدوم لهم الأجر. فهذا الخاسر الخبيث الذي تكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه، والتي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحملها جبريل في سرقة من حرير، في قطع من حرير، فقال: إن يكو هذا من عند الله يمضي. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها التي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يعني كان يقول: أين أنا اليوم، أين أنا غدا. فالصحابة أمهات المؤمنين ينحس أنه عايز يوم عائشة، فدي أمور قلبية، يعني الإنسان يميل إلى أحد نسائه، فأمور قلبية ليس مأمورا بالعدل فيها، والعدل في المبيت والنفقة. فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش واجب عليه العدل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فكان من حقه أن يقرب واحدة ويبعد واحدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسوة، ولأنه يعني يفعل يعني مش بس الأمور الواجبة يعني عليه، فأذن له في أن يمرض في بيت عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم مات بين سحرها ونحرها، السحر هو الرئة يعني ونحرها، أو بين الحاقنة والذقنة. حاقنة النقرة في الذقن، حاقنة والذقنة النقرة في الذقن، والحاقنة النقرة في الإيه في الرقبة، اللي هي بين الترقوتين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم صريحا: أي الناس أحب إليك؟ ما قالش أبو بكر، قال عائشة. فقيل له: من الرجال؟ قال عائشة. فكأن مطلقا أحب الناس إليه عائشة، فكيف تكون كما قالوا هذا الخبيث النجس، ان هي يعني لا يبرئها بما برأها الله عز وجل منه، ومع ذلك تكون احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابه رضي الله عنهم يتحرون بهداياهم يوم عائشه، يعني عايزين طلب رضا النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهدونه في اليوم اللي فيه عند عائشه. فامهات المؤمنين اجتمعوا وارسلوا فاطمه وارسلوا ام سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العدل في ابنة أبي قحافة. فهو قال لفاطمة: إن كنت تحبي فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة. وقال لأم سلمة: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. وهؤلاء يعني يظنون أنهم لا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة، فهم يعني أنجس من اليهود والنصارى، وأخبث من اليهود والنصارى، وأخطر على الإسلام يعني من اليهود والنصارى. وكانوا يعني يحتمون بالتقية ويطلبون التقارب مع أهل السنة، ولكن الآن يكشفون عن الوجوه القبيحة ويسبون علنا في الصحابة رضي الله عنهم. ولكن كما بدأنا الكلام، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، فالله عز وجل يعني تفتح الدش تشوف النت تشوف مجالس العلم، تجد الكل بيذب عن عائشة، والكل قلبه بيتحرك بإيه؟ بحب أمي عائشة، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحب من يحب.
ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، لابد أنها طيبة بل من أطيب الطيبات. فنحن محتاجين الآن إلى نشر مآثر وفضائل الصحابة رضي الله عنهم، يعني حتى نفضح يعني هذا المد الشيعي الغادر، ونقول يعني الخلافة عندما تعود لا تعود يعني على المناهج الباطلة ولا المذاهب المبتدعة ولا الذين يسبون الصحابة، بل تعود على منهاج النبوة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فليست على نهج الشيعة ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا غيرهم من فرق الضلالة. ولكن الله عز وجل يقيد هذه الأشياء، يعني كما الذين يعني كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم او يرسمون الرسوم الكاريكاتيريه، وكان صرحت المجرمه مستشاره المانيا يعني ان هي اعطته جائزه كانه فعل عمل بطولي، ان هذا يعني يوافق ما في قلوبهم من حقد على الاسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الاسلام، وهذا فضح الغرب الكافر، وتجدون رؤسائنا والملوك العرب يقابلون هؤلاء الكفار بالاحضان، فكأنهم يعني أحباب وأصدقاء ولكن لابد أن نعرف أن هؤلاء الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأيضا ما حدث من حرق المصحف يعني في أمريكا، فهذه كلها أحقاد في قلوبهم، والذي يحرك هذه الأحقاد خاصة في هذه الأيام كثير من الناس يدخل الإسلام يعني في أوروبا وفي داخل بلاد المسلمين، فهذا الذي يحرق قلوبهم ولا يملكون إلا هذه الأفعال الخبيثة، والله جل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. معنا عبد الله بن رباحة من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، نتعرف عليه. اسمه عبد الله بن رباحة بن ثعلبة ابن امرئ القيس بن ثعلبة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نتعرف على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فاسمه عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة، كنيته يكنى أبا محمد وأبا رواحة. فضائله، قال الإمام الذهبي ما ملخصه: شهد بدرا والعقبة، وكان من كتاب الأنصار، استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الموعد، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية في 30 راكبا إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر فقتله. قال ابن الأثير: كان ممن شهد العقبة، وكان نقيب بني الحارث ابن الخزرج. نقيب يعني كأنه رئيس عليهم أو مسؤول عنهم. بني الحارث بن خزرج بطن من بطون الخزرج، كان في المدينة الأوس والخزرج. وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الفتح، لأن غزوة مؤتة كانت في بداية السنة الثامنة، والفتح كان في رمضان من السنة الثامنة، إلا الفتح وما بعده، يعني كغزوة حنين وغزوة تبوك، فإنه كان قتل قبله وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، وهو خال النعمان ابن بشير رضي الله عنهم، وقد كان أحد الشعراء الفضلاء الذين ينافحون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن هيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة، قال: فينا رسول يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قال الحافظ، قال ابن بطال: في أن الشعر إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة كان حسنا، ولم يدخل فيه ما ورد فيه الذم من الشعر. يعني يقولون الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، إذا كان في نشر الفضائل والمآثر ويعني تحميس الناس على الجهاد والبذل والتضحية فيكون حسنا، وإن كان في إثارة للغرائز والشهوات أو يعني سب وقذف فلا شك أنه يكون قبيحا. يقول: وقال الكرماني في البيت الأول إشارة إلى علمه،
أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه فينا رسول يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع. وفي الثالث إلى عمله يبيت يجافي يعني يباعد جنبه عن فراشه. وفي الثالث إلى تكميله غيره للدعوة. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. فهو كامل مكمل يعني كامل في نفسه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم مكمل لغيره. قال ابن الأثير وكان عبد الله أول خارج إلى الغزو وآخر قافل. أول من يعني صفات المؤمن يكون أول من يبادر في الطاعة وآخر من يرجع بعكس المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأيضا الذين أول ناس تخرج من المسجد وآخر ناس تدخل المسجد. فهو كان أول خارج إلى الغزو وآخر قافل يعني راجع. وكان من الشعراء الذين يناضلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شعره في النبي صلى الله عليه وسلم إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أنما خانني البصر أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. طبعا النبي شوف قصة استشهاد عبد الله بن رواحة لما أخذ الراية وتردد بعد التردد وقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة. وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي هذه حياض الموت قد لقيتي إن تفعلي فعلهما هديتي وما تمنيت فقد لقيتي. ففعلا يعني ثبته الله يعني عز وجل. فلما قال هذا الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت ثبتك الله يا ابن رواحة. فنال بهذا الشعر دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام بن عروة فثبته الله أحسن الثبات فقتل شهيدا وفتحت له أبواب الجنة فدخلها شهيدا. ورعه ومحبة إخوانه له. عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين اليهود فجمعوا حليا من نسائهم. الخرص اللي هو يجي واحد عنده خبرة يبص للنخل مثلا عليه البلح مثلا الأحمر أو الرطب مثلا يقول إن هذا يأتي مثلا بخمسة أوسق تمر بالخبرة يعني ده يجيب قد كده تمر جاف يعني. فطبعا من أجل الخراج من أجل الزكاة إخراج حق الله عز وجل في هذا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين اليهود فجمعوا حليا من نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا. إنهم عايزين يعطونه رشوة يعني يعطينه ذهب ويقولون له يعني خفف عنا يعني في الإيه في الخراج. لأن كان اليهود بيزرعون يعني خيبر على النصف يعني كانوا أصحاب مشغولين بالجهاد والفتوحات الإسلامية. فنفس السلام لما فتح خيبر يعني تركها لهم على أن يعطوا المسلمين الشطر يعني من الثمر يعني. فبدل ما يقول مثلا أنه جابوا مثلا ألف وسق فيقول لنفس السلام جاب 500 مثلا. قال يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. والرشوة سحت. أحيف يعني يظلم يعني أو أنه هو بيكرههم ومش يظلمهم. مع ذلك لأن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. فالبغض لا يحمل إنسان على عدم العدل. فهو كان يبغضهم مع ذلك يعني لا يظلمهم. قال والرشوة سحت. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. قال أبو الدرداء أعوذ بالله أن يأتي علي يوم لا أذكر فيه عبد الله بن رواح. أبو الدرداء مضت ترجمته يعني كان حكيم الأمة. كان إذا لقياني مقبلا ضرب بين ثديي وإذا لقياني مدبرا ضرب بين كتفي ثم يقول يا عويمر اجلس فلنؤمن ساعة فنذكر الله ما شاء ثم يقول يا عويمر هذه مجالس الإيمان. اللي اشتهر به عبد الله بن رواحة أيضا العبادة يعني كان على جانب كبير من العبادة. ودائما في ترابط بين العبادة وبين الصدق بكلمة الحق وبين النيل الشهادة وبين الفضائل عموما. لأن العبادة بتثمر أحوال يعني حسنة وتؤهل الإنسان لخاتمة حسنة. عبادته رضي الله عنه وخوفه. عن أبي الدرداء قال إن كنا لنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في اليوم الحار وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني كان من شدة الحر والسفر كان كل الصحابة مفطرين
يعني ما ذكرش حتى أبو بكر وعمر، وأنه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، دل على همة في العبادة. وعن ثابت عن ابن أبي ليلى قال: تزوج رجل امرأة ابن رواحة فقال لها: تدرين لما تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيتهم. فذكرت له شيئا لا أحفظه. وليت ساعات الزواج بإيه نية صلاح، زواج امرأة مش عشان جمالها، لا عشان تخبره عن عبادة يعني زوجها الأول. وكما تزوج إسحاق يعني كما أذكر ابن رهوي يعني امرأة كانت للشافعي من أجل وإسحاق في الطبقة اللي بعدها يعني من أجل أن كان عندها كتب الشافعي، من أجل أن ينتفع بكتب الشافعي، فكان السلف لهم نيات صالحة. فيقول: تزوج رجل امرأة ابن رواحة فقال لها: تدرين لما تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته. فذكرت له شيئا لا أحفظه غير أنها قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعه ويقول: اجلسوا، فجلس مكانه خارج المسجد. وفي أمثلة كثيرة جدا لشدة امتثال الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده سمعه يقول اجلسوا، لعله كان يخاطب الناس في المسجد أو الكلام اقتضى أن يقول اجلسوا، وكان لسه في الطريق أم جلس مكانه. من ذلك يعني قصة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فضعها في يده؟ فأخذ خاتما من ذهب وطرحه على الأرض، فقال له: خذه وانتفع به، أعطي لزوجتك مثلا أو انتفع بثمنه. فقال: لا والله لا أخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الصحابي اللي كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، ثم قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فصار هذا الرجل يعني من أعف الناس، حتى الخلفاء يعطونه ويرفض يعني أن يأخذ، فكان الصحابة عندهم شدة امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فسمعه ويقول اجلسوا، فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره الحافظ في الإصابة وقال: أخرجه البياقي بسند صحيح، يعني حتى لو سكت عنه الحافظ فإسناده يكون حسن، ولكن أيضا ذكر أن إيه أخرج البياقي بسنة صحيح. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: لما نزلت هذه الآية: وإن منكم إلا واردها، ذهب عبد الله بن رواحة إلى بيته فبكى، فجاءت المرأة فبكت، وجاء الخادم فبكى. انظروا البيوت مليئة بالخشية وبرقة القلب وبالشفقة يعني بينهم، فامرأة ما تدري لماذا بكى، ولكن زوجها بيبكي فبكت، وجاءت الخادم فبكت، وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون. فلما انقضت عبرتهم قال: يا أهلاه، ما هذا الذي أبكاكم؟ قالوا: لا ندري، رأيناك بكيت فبكينا. قال: إني أنزلت، قال: إنه أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فنبأني فيها ربي تبارك وتعالى أني وارد النار، ولم ينبئني أني صادر عنها، فذاك الذي أبكاني. فإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ينجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا. وأيضا الصحابة كان الواحد إذا رأى أخاه يبكي يبكي لبكاء، يعني مجرد يشوف أخاه يبكي يبكي، ثم يسأله بعد ذلك عن سبب بكائه. شجاعته في مؤته واستشهاده رضي الله عنه. عن عروة بن الزبير قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤت زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وده كأنه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيصابون، يعني يقال لو فلان أصيب ففلان، ولو فلان أصيب فلان، فإن أصيب عبد الله فليرتض المسلمون رجلا فليجعلوه عليهم. فتجهز الناس وتهيأوا للخروج، فودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وودعوا عبد الله بن رواحة. فقال المسلمون: صحبكم الله وردكم إلينا صالحين ودفع عنكم الشر. فقال ابن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فزع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاو وقد رشد. ثم أتى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه،
ثم خرج القوم حتى إذا نزلوا معان، مكان يسمى معان يعني غير المؤتة يعني قبل المؤتة، فبلغهم أن هرقل نزل بماب في 100,000 من الروم، هم كانوا 3,000 يعني كان عدد الصحابة في هذه الغزوة 3,000، فبلغهم أن الروم معهم 100,000 و100,000 من المستعربة، العرب المستعربة في شمال الجزيرة، يعني ما هيواجهوا 200,000 هم 3,000. فأقاموا بمعان يومين، ترددوا قالوا إما نرجع أو نبعث للنبي صلى الله عليه وسلم نخبره بالخبر لعله يمدنا بمدد، يعني ما يعرف حدث.